السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين النهارده بقى راجعين لكم فيديو جديد اتمنى يا رب ان هو يعجبكم من اول النهار يا بنات ان شاء الله يوم كامل من اول النهار هنعمل فيه حاجات جميله جدا وحاجات بسيطه اول حاجه كده يا بنات جهزت فطار حاجه بسيطه كده عملت بتنجان مقلي وكمان جبنه بطماطم وبطاطس صوابع بعد كده يا بنات عملنا بقى محشي كرنب آه طبعا كنت عملته معك كتير قبل كده فانا ايه آه بدات يعني حطيته كده عملته حشيته وكمان زودته آه زودته بالشوربه آه كنت عامله معاه لحمه حمراء فانا زودت كده يا بنات الشوربه وحطته على على البوتاجاز وهسيبه بقى لما يتردد معانا كده يا بنات كان يتردد معانا كان شرب الميه آه شرب الميه ما شاء الله كان جميل وريحته جميله جدا كنت حاطه كده فرشه ورقه كروم كده على الوش فوق آآ آه بيبقى بأخ... جميل كده يا بنات بعد ما كان استوى بقى هو كنت بقى خلاص جهزت للغدا بالف هنا اللي شاف واللي كال بقال آه كده خلاص يا بنات آه كنا بقى احنا خلاص اتغدينا قلت ايه كمان نعمل كنت شاريه يا بنات آه 3 كيلو زبده فقلنا نعملها سمنه بلدي دول تلاتة كيلو زبده بس بصراحه كانت زبده جميله جدا وما شاء الله انا عاملاها طبعا آه ان شاء الله باذن الله يا بنات هجيب لكم قشطه وهعملها من اول الطريقه معاكم بس انا بصراحه جايباها جاهزه كده جايباها زبده بعد كده يا بنات حطت حله على النار وكمان ضفت فيها الزبده وهسيبها لما آه الزبده تسيح خالص طبعا انا ماشيه معاكم خطوه بخطوه فيها يعني زي ما قلت لكم انا شاريها جاهزه بس من واحده مضمونه يعني واحده موثوق منها بصراحه كانت زب... زبده جميله وكانت ريحتها حلوه مش مغشوشه وكده يا بنات بدات تسيح معانا اهي كده بدات تسيح هنحط كمان معلقه ملح عشان ال الملت بتاعتها كده خلاص يا بدات تسيح خالص اهي يا بنات فهنفضل نقلب فيها لغايه ما السمنه تطلع على الوش كده والحدائق آه بتبقى مرسية في أرضية الحلة طبعا هتشوفوا معايا خطوة بخطوة دلوقتي يعني طريقتها سهلة جميلة وبتعملها في البيت وبتطلع عمي... ما شاء الله عاملة برضو كمية سمنة حلوة سمنة بلدي وبصراحة يا بنات كانت ريحتها تحفة كانت قلب الشقة طول ما أنا بعملها الرغاوي اللي هي البودرة دي هي اللي بتبقى المو... الحدوقة أم... وكمان ما كترتش في لها ملح عشان ما تبقاش حدقة قوي كل الابيض اللي على الوش دي هي بتبقى الحدوقة اهي ب... هي بنات بدأت بدأت ال... ال... الرغاوي اللي هي البيضة اللي هو اللبن الابيض دي بقى يكتر كل ما كل ما تخش في الغليان كل ما الابيض دي بيكتر معانا بدات كده تغلي معانا اهي طبعا انا ماشيه معاكم يعني بصور لكم كل خطوه اخش فيها كل ما تخش في في السوا ببقى اصورها لكم عشان تعرفوا ايه يعني استوت كده يعني امتى كده خلاص يا بنات بدات تعمل معانا اهي بقت الحدوقه بتتلم معانا والسمنه اصفرت معانا خالص اهي يعني انت ما تجيبيها زبده تعملها في البيت احسن لك ما تجيبها سمنه بلدي من اي حد انما انت ما تجيبي زبده ليكي بتبقى احلى وتعملها كمان بايديكى بتبقى جميله كده خلاص يا بنات بدات بدات السمنه طلعت معانا خالص اهي ودي اللي فوق دي الحدوقة بس احنا هنستنى عليها كمان لما السمنة هي اللي تطلع لنا على الوش الحديقة تبقى في ارضية الحلة. اهي يا جمالها بقى وريحتها جميلة جدا بصراحة وطعف كده خلاص يا بنات زي ما قلت لكم في الاول كده خلاص الحدوقة اهي صفت معنا خالص وبدأت تنزل لنا تحت وكده خلاص هطفى عليها عشان ما ما تتحرقش مننا وهنسيبها بقى لما تبرد خالص هصب فيها يا بنات بمنخل اللي هو منخل اللي هو الدقيق اللي هو الصغير فهصفيها برضو عشان اي اي حدوقه او اي حاجه ما تجيش فيها شوف بقى دي بقى الحدوقه دي جميله جدا اهي بت بتستخدميها في الاكل وبتبقى جميله جدا وبتبقى حلوه وكمان انا مش محداها انا ضفت معلقه ملح واحده وكده خلاص يا بنات الحدوقة نزلت لنا تحت خالص والسمنه طلعت لنا فوق وكده خلاص بعد بقى ما ما جبت العلب دي العلب دي يا بنات انا جايباها من السوق رخيصه جدا التلاتة ب جنيه بس حلوين قوي في المطبخ بتستخدموهم في اي حاجه في اي حاجه زي دي بتستخدمها بتبقى جميل وهو كمان مش غاليه التلاتة ب جنيه كده عملنا ايه عملنا حدوقة وعملنا سمنة بلدي في البيت بطريقة جميلة جدا وان شاء الله برضو هجيب لكم القشطة واعمل لكم من اول الطريقة من اول ما هعمل لكم القشطة لغاية الزبدة دي كانت الحدوقة بقى تغمسة بقى كده بتبقى حلوة برضو في الاكل ودي كده السمنة هنعبتها كده وهسيبها بقى لما ايه لما تبرد خالص معانا طبعا كل علبه لها غطا كده هغطي عليها وهسيبها بقى على الرخامه كده لما تبرد معانا خالص ودي كان اخر الفيديو معانا يا بنات اتمنى يكون الفيديو النهارده عجبكم واسيبكم بقى في رعايه الله وما تنسوش بقى تعملوا الاشتراك ولايك واسيبكم في رعايه الله